سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. ديمس الصغير إيزيبيو الكرة الليبية هو محمد فرج محمد الرقيق الشهير بديمس الصغير. اسمه محمد فرج محمد الرقيق، من مواليد 1945. شهرته ديمس الصغير كانت بدايته مع فريق مدرسة الأمير ناشئاً رفقة مجموعة من اللاعبين المهرة في عام 1957، وقد قدمه إلى ملاعب كرة القدم في تلك الفترة الأستاذ خالد الغناهي. وفي نفس الفترة الزمنية التحق بأشبال نادي الهلال ثم صعد للفريق الأول، وقد تألق أمام فاليتا المالطي في عام 1962، ومنذ تلك المباراة أصبح لاعباً أساسياً في الهلال حتى الاعتزال. لعب ديمس الصغير مع الهلال في الدرجة الأولى في عام 62-61 بعد هدفه الشهير في مباراة فاليتا المالطي. أصبح اسمه يتردد في كل الأرجاء، وكان الحديث يدور دائما عن بداية لاعب سريع شهرته ديمس الصغير. كان أحد أبرز نجوم الهلال في عصره الذهبي، جيل الدولي علي الشعالية ومحجوب بوكر وإبراهيم المصري وميلود عريبي ومحمد المجني وعمران العرفي وشقيقه الأكبر ديمس الكبير. لعب ديمس الصغير مع المنتخب الوطني الأول لأول مرة في دورة المعرض الدولية عام 1963، وسجل هدفين في شباك منتخب الجزائر. وديمس الصغير هو صاحب أول هدف ليبي في التصفيات الأفريقية لكأس العالم عام 1969 في شباك منتخب أثيوبيا بملعب البركة ببنغازي، في أول ظهور لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وفاز وقتها منتخبنا بهدفين لصفر. حمل ديمس الصغير شارط قائد الفريق الوطني في تصفيات كأس أفريقيا عام 1966، وشارك مع المنتخب في كأس العرب بالعراق في الموسم الرياضي 68-69. تحصل هذا الأسمر البارع على لقب أحسن لاعب في الدوري الليبي الممتاز، وسجل الكثير من الأهداف للهلال في المسابقات المحلية تجاوزت 200 هدف. عندما استعان به فريق الأهلي ببنغازي للمشاركة معه في بطولة المغرب العربي عام 1969، تحصل على لقب أفضل لاعب في تلك البطولة، وتلقى وقتها عدة عروض من بعض الأندية المغربية. حين هبط فريقه الهلال إلى الدرجة الثانية عام 1974 لم يهدى له بال، حتى نجح هذا النجم الوفي في قيادة فريقه من جديد للسطوع في سماء الدوري الليبي الممتاز، رافضاً التخلي عنه في محنته ليجسد الوفاء في أبهى صوره ومعانيه.